البروغرام هي شونجين ميثود وين تكنيك كي مارش. كانت عندنا واحد الوصفه اللي كانت خدامه، كنا كنقلبوا كنشوفوا الحالات اللي عندهم الكورونا والمخالطين ديالهم، كان العدد متحكم فيه. الان بالطبع كنا كنديروا واحد الفحوصات ديال 2000، الان كانت فوق 20000 وغادي كنوصلوا اكثر، لان كان عندي واحد الطلب متعدد باش المختبرات تحل في المغرب كله وتكون قريبه للمواطن، ماشي يمشيو يدير الفحوص ويتسنى وعادي يجي وكيعاود يعادي واحد اخر وعادي تحل. الوضع ليس بكارثي ولكن مشعز. علاش؟ حنا مازال كنذكروا الوقت فاش كانت الموجه في اوروبا، احنا ما شفناهاش. انا بالنسبه لي الموجه ديالنا حنا كنعيشوا، هذا هو الشعور ديالي. الموجه ديالهم هما اللي كانت يموت لهم 300 400 حتى 1000 في اليوم، احنا الحمد لله ما شفناهاش. بالطبع ان كل وفاه هي ثقل كبير، لا خساره ديال العائله ولا ديال الشعب ولا المواطن ولا دونك خساره كما كان الحال. الان عدد الوفيات اليومي وما بين 20 30 40 حتى 45، هذا العدد بالطبع ديالنا حنايا راه كثير جدا. شنو هي التقييم ديالي الحاله الراهنه؟ هو ان هاد الناس اللي كيكونوا في حاله حرجه يوم حوالي 200، السبب ديالهم انهم كيجيو معطلين. خصنا نبحثوا شنو هو السبب علاش تيجيو معطلين. الاغلبيه ديالهم تخوف باش يكون عندهم واحد الحجر استشفائي ديال 15 يوم ويتفرق على عائلته ويتفرق على خدمته. هذا كل التخوف الاصلي اللي كاين، لان قبل في الاوائل كان العدد قليل وكانوا الناس كيتعالجوا بسهوله، الان العدد كبير جدا، معناه كيتلقى واحد التزاحم المستشفيات ديال هاد الحالات ديال كورونا. شنو هو الجواب ديالي الان؟ لا اعتبر شخصيا كل حامل لفيروس مريض. انا واضح اللي عنده الفيروس الان ما كانش اللي غادي يضمن ليا باللي نتوما ولا شي حد داز حدايا ما فيش الفيروس. شنو هو الضمان؟ وخص ديك لي فحص، ولو الفحص جاء سلبي 30% كيجي النتيجة سلبية هو في الفيروس. التوجه ديالي إلى المواطن أنه لا يعتبر حامل فيروس كورونا كأنه إرهابي كتبقى يتهرب منه تخاف منه بحال إلا أنه إرهاب. لا، اعتبر حتى أنت يمكن تسدو لأن الأمور توسط. خاصك الوسائل ديال الحصانه اللي كنأكد عليها ديال الانسان ديال الكمامه والتباعد وهادشي، هذا شيء لازم ولا بد منه. ما بالنسبه لي كنعرف هو ان يمكن نقولوا ما بين 95% حتى 98%، نقولوا غير 95% ديال الحالات اللي فيها الان الفيروس خصها تدخل دارها تعالج في دارها. بالطبع غادي تقول لي كاين عائلات فيهم 5 6 8 10 في نفس العائلة، ماشي أن كل حامل الفيروس يعدي. تقدر تكون حامل الفيروس تكون في عائلة وعايش معها وتاكل وتشرب وتنعس وهذا، ويمكن تكون الزوجة ديالك كاع وما فيهاش. معناه أن هاد الناس الحاملين الفيروس حاملين ليس مرضى. تعرف شحال عندنا حاملين من ميكروبات عندنا في الجسم ديالنا؟ الملايين الملايير، ما عارفين شحال حاملين من فيروس ومن ميكروب. وهذا هو كاين واحد توازن في الحياة ديال الإنسان بهم. معناه أن كل حامل فيروس ليس هو الإنسان يحاربه وبعده وكتكي، واللي هو نفسيا ليس مرغوب فيه، هو من بسوك يبقى خايف على رأسه ويخاف على الناس يمشي عادي.